عادة كان من أول عادات أول كان يخرجون الناس في الليل، النساء يتغسلن في الليل وفي النهار الرجال يتغسلون في البحر. نحن نخرج مع المواج، هذا كان احنا نسميه نطره مع المكاسر. هذا في موسم البلدة تقام بعض المهرجانات، منها مهرجان المجلس المحلي يفعله، وبعض المهرجانات من المؤسسات والمنظمات جزاهم الله خير. المهرجانات التي تقام اللي هي قريات تراثية، مسابقات غناء، وترتعش المكلة على قول بالأجواء هذه. نجم البلدة طبعا هو موسم يرتبط ارتباطا بالجغرافيا والفلك، ويتوافق في كل عام مع الفترة الممتدة من 15 إلى 27 من شهر يوليو من كل عام ميلادي. طبعا في هذه الفترة الممتدة وهي 13 يوما كما سلفت القول، من 15 حتى 27 من شهر يوليو، أي فترة التي تسبقها تتوالى الرياح الموسمية التي تنشط في المحيط الهندي، فتجعل مياه البحر أكثر برودة. وفي هذه الحالة طبعا يكون الجو بشكل عام في مدينة المكلا وبقية السواحل الحضرمية والسواحل الأخرى أكثر برودة وأكثر تمتعا. فهذا الجو يوفر الكثير من المزايا الطيبة التي تجعل أهالي المكلا وزوار المدينة بشكل عام يتقاطرون على المدينة بوصفها العمق الجغرافي والعمق السياسي والعمق الاقتصادي لمحافظة حضرموت، يتوافدون إليها للاستشفاء وللاستفادة من الأجواء الرائعة المناخية التي يوفرها نجم البلدة من كل عام. هذا كان من أول عادات، أول كان يخرجون الناس في الليل، النساء يتغسلن في الليل وفي النهار الرجال يتغسلون في البحر. نحن نخرج مع المواج، هذا كان احنا نسميه نطره مع المكاسر. هذا قال، وكنا نسوي حياة في البلدية في نجم البلدة هذا بالذات. كنا حتى نجيب قوارير الماء هذا نجيبها من البيت، قوارير القزاز هذا حارة نحطها في البحر تحت، نجي ثاني يوم نحصلها باردة باردة. وكان الناس ما يهتمون بهذا النجم بالذات، كان الناس عادي بيعرفونه في البلدة يبرد البحر، وفي برد ثاني يبرد البحر مرة ثانية عادي، يقول لها في بردة أبو عمار يقول لها برضه يبرد البحر فيه، بس مش بالبرودة. هذا البرودة حقه تأخذ فترة بسيطة وتروح، أما هذا 13 يوم في هذا النجم يكون البحر من أول يوم في النجم يبرد البحر. تدخل إلى أيام، كل ما دخل يوم كل ما زادت البرودة، كل ما دخل يوم إلى 10 في النجم تكون البرودة اللي درجتها مرة يعني، وبعدين تخف من 12 من 13 إلى 14 تخف الشمال، إذا خفت الشمال تقل البرودة. تعني البلدة الأهل المكلا بأشياء فرحية جدا، ويجهزون لها طبعا من الصباح الباكر، وكل العوائل وكل الناس تجي زيارات من جميع أنحاء الجمهورية إلى المكلا للإغتسال في البحر. الفائدة من مهرجان البلدة في محافظة حضرموت في المكلا بشكل خاص أنها تكثر فيها الزوار طبعاً، وتنتعش الحالة الاقتصادية فيها من بيع وشراء ومطاعم، وتستمر ما شاء الله تبارك الله إلى والفنادق برضو، فتستمر إلى 13 يوماً والمكلا تعيش أجواء
فرايحية ما شاء الله. اسم البلدة هو يجي لك في الأجازة الصيفية فرصة للأقارب اللي من الواد هناك يقول لك أقاربه في الساحل يتمشون ويتغصون كلها عنها تكون حركة في المكلة غير طبيعية. تكون مناسبة فرحية في نفس الوقت. وهكذا يجوا يتنسمون على أحوالهم قليل قليل من الضيق من ضغط الحياة دي. يتنسمون في المكلة والمكلة هي صدق معناها مناظر فيها حلوة حلوة. بس بغض اعتناء قليل وبغض الدولة تنظر لها بنظرة زينة كده. طبعا هناك الكثير من المزايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يوفرها هذا الموسم للحياة العامة بشكل عام في محافظة حضرموت وفي مدينة المكلا بوصفها كما أسلفت حاضرة المحافظة. هناك الكثير من المزايا الأخرى كما أسلفت ومن أبرزها طبعا المزايا الاقتصادية التي توفرها للمكلا من خلال الزوار الكثر الذين يرتادون المدينة ويستمتعون بالأجواء الرائعة، وهذا طبعا كما هو معروف وبالمفهوم البسيط يؤدي إلى تنشيط الحركة الاقتصادية في المدينة بشكل عام، ويؤدي إلى طبعاً استفادة الأطر الاقتصادية والأطر التي تمارس المهن التجارية في المحافظة بشكل عام. هناك طبعاً المزايا الاجتماعية الأخرى وهي التقارب الأسري، التقارب الاجتماعي من خلال تآلف الأسر بشكل عام وممارستهم الاغتسال في مياه البحر وتجديد ذكرياتهم الطيبة والجميلة في مثل هذا الموسم الذي يترافق أيضا طبعا لأنه مرتبط بالأشهر الميلادية والتي طبعا تتميز بالثبات ليس كالأشهر الهجرية. طبعا يتوافق هذا الموسم بشكل عام في كل عام مع الإجازة الصيفية، وهي طبعا مناسبة لقضاء أوقات ممتعة في المدينة بشكل عام. بس والآن الحمد لله الناس عرفت بنجم البلد من ناحية إعلامية، الناس في حضرموت سووا إعلام لهذا النجم، يات الناس من الداخل، يات الناس من الغرب، يات الناس من كل مكان. كل ما يدفع أول سنة شافوا نجم البلد سمعوا عنه حبوا هذا النجم، أصبحت الناس توقت لهذا اليوم يجون. أصبحت الآن يعني بنقول طريقة سياحة أكثر من أنه نجم عادي، يعني كده سياحة زاد سياحة، جات الناس من كل مكان ومرتاحون بالذات في المكلة. المكلة طبيعتها تختلف عن بعض المناطق، منها منطقة ساحلية هي، وأهلها ناس بسطاء مساكين ويرحبون بكل واحد لما يجي عندهم. بالنسبة للزوار الموسم نجم البلدة طبعا يأتون من جميع محافظات الجمهورية بدون استثناء، عدن، صنعاء، أبين، الحديدة، تعز، وأكثر الناس اللي يأتون صراحة أصحاب الوادي بشكل كبير، فينتعش الاقتصاد في المكلة ويزدهر كل حاجة ما شاء الله. ولا ننسى برضو المغتربين، يعني قابلنا بعض المغتربين يجون بس علشان موسم البلدة للاغتسال ويرجعون على طول. لو الأماكن الجميلة الذي الأماكن الحلوة اللي يتغسلون فيها خاصة للعوائل والأطفال اللي هي خيصة الشرج، موقع ممتاز جميل، خلف برضو موقع ممتاز وجميل للأطفال، بروم برضو ممتاز موقع، وقبل بروم على حدود مشارف بروم، أماكن حلوة هذه الاغتسال. بالنسبة للستين مواقع حلوة برضو الاغتسال، وإنما خطيرة بحكم أنه فيها دوامات كثيرة يعني، فالاغتسال لما يكون بعد الفجر يكون البحر أهدى فيكون الاغتسال فيها ممتاز، أما إذا بعد شروق الشمس فتكثر الدوامات في المنطقة هذه، فأنصح أنه الاغتسال فيها خطر.
طبعا بالنسبة للمنطقة الجغرافية التي يستم فيها برورة بحر العرب طبعا هي ليست مقتصرة على السواحل الحضرمية، طبعا تمتد حتى إلى سواحل شبوة وإلى سواحل المهرة، لأن طبعا التيارات تأتي طبعا من المحيط الهندي، من عمق المحيط الهندي. ولكن كما يقول العارفون بهذا الأمر أن المنطقة الساحلية الموجودة لمدينة المكلا والمدن المتاخمة لها يكون فيها البحر في أقصى درجات البرودة، وبذلك طبعا استحقت هذه المنطقة الجغرافية المكلا وحواليها أن تكون يعني موطنا وعمقا لتنفيذ هذا المهرجان. هي أصلا في محافظة حضرموت أكثر، لكن تكون من أطراف شبوة إلى أطراف المهرة إلى شرق، مثلا مصينع في برود هناك، بس مش قوتها تكمن في محافظة حضرموت، بالذات في المكلة هنا تكون أقوى. في المكلة بالذات يعني تختلف حتى عن الشحر، تختلف عن المناطق الأخرى بحكم أن أعماق هنا تلعب دورها، العمق يلعب دوره، يعني التيارات البحرية يكون أبرد البحر. نستدعي وجهات النظر المختلفة ونناقشها معكم، نبحث عن الدلالات ونخوض في التفاصيل. فضاؤنا بلا سقف ومساحتنا بلا حدود، فضاء حر على شاشة بلقيس. في موسم البلدة تقام بعض المهرجانات، منها مهرجان المجلس المحلي يفعله، وبعض المهرجانات من المؤسسات والمنظمات جزاهم الله خير. المهرجانات التي تقام اللي هي قريات تراثية، مسابقات غناء، وترتعش المكلة على قول بالأجواء هذه. طبعا بالنسبة للجهد السياحي، طبعا مكتب وزارة السياحة في ساحل حضرموت شارك مشاركة إيجابية في هذا المهرجان. فطبعا المدير العام للمكتب زميلي الأستاذ سالم محسن عبد العزيز، هو طبعا عضو في اللجنة الرئيسة لهذا المهرجان، وعضو أيضا في اللجنة الفرعية التي قامت بالتنظيم التفصيلي لفعاليات هذا المهرجان. هذه الإدارة العامة طبعا استعدت استعدادا جيدا لهذا المهرجان، وطبعا تركز نشاطها الأساسي في طبع وتجهيز بعض البروشورات وبعض الخرائط التي تشير إلى الملامح التاريخية في مدينة المكلا، والخرائط الخاصة بالمواقع الأثرية في محافظة حضرموت بشكل عام ساحلا وواديا، بالإضافة إلى البروشورات التوعوية السياحية التي يجب استغلالها مثل هذه الظروف ومثل هذه المناسبات. ناهيك طبعا عن التهيئة العامة من خلال الإشراف المباشر، الإشراف الإداري العلمي على مناطق الإيواء من الفنادق وغيرها، ووضع الأسس العامة والأساسية لتقديم خدمة فندقية راقية ومناسبة لكل الزوار الذين يرتادون مدينة المكلا في مثل هذه الظروف. وقد نجحت هذه الإدارة، الإدارة العامة لمكتب وزارة السياحة، نجاحا طيبا في هذا المجال، وقدمت يعني نموذجا رائعا في التنظيم والإدارة الخاصة بهذا الأمر. Thank you.
هناك الكثير من الفوائد الصحية والطبية التي تحدث عنها الاختصاصيون في هذا الأمر من خلال الاغتسال بمياه البحر والاستفادة من البرودة التي يوفرها المناخ العام لموسم البلدة. طبعا التوقيت المناسب لهذا الاغتسال صباحا قبل شروق الشمس إلى الساعة 7 تقريبا، وهذا طبعا الأمر طبعا يقال أنه يفيد كثيرا في معالجة بعض الأمراض وبضمنها طبعا الأمراض الجلدية لملوحة البحر، بالإضافة إلى أمر مهم جدا وهو تنشيط الدورة الدموية في جسم الإنسان. وقد تكرم مشكورا الدكتور أحمد باديب قبل سنوات خلت بالإعداد لبحث خاص يتعلق بظاهرة الاستشفاء من كثير من الأمراض التي يوفرها المناخ العام وبرودة البحر في مثل هذه الأوقات. وطبعا هو أظهر بحثا جيدا يستحق الاهتمام وقدم لنا معلومات جيدة في هذا المجال. طبعا موسم البلدة بالنسبة لي أنا يعني من زمان أتغسل، كل موسم إن شاء الله يكون موجود، لما أكون داخل بكلة أنزل موسم البلدة، مواليد المكلة أنا، فما يفوتني موسم أبدا إذا خاصة كنت في المكلة فأكون موجود. والله نحن في موسم البلدة هذا لما يبرد البحر كصيادين نحن نتأثر صدق، نتأثر لأنه يبرد البحر، لما يبرد البحر يقل الصيد، طبعا الصيد ما ياكل لشدة البرودة في البحر ما ياكل الصيد، لما يخرج شهر 7 هذا يبدأ في الصيد، يدفى البحر ياكل الصيد، يتحسن الموسم عندنا شوية، لكن في شهر 7 هذا مرة يعني نسميه يعني نتضرر، نحن نتضرر منه نحن كصيادين، شوفهم قاعدين كلهم يروحون البحر، لأن برودة البحر لما يروح البحر الصياد يخسر باترول استنزاف، يعني ما يروح يقعد أسبوعين 20 يوم تقعد ما تروح شي بحر، فترة البلدة بعدين يدفى البحر. نحن السبب الرئيسي برودة البحر، برودة البحر للناس اللي في البر زين يرتاحون منه، نحن اللي في البحر ما نرتاح منه. ليش؟ لأنه ما يأكل الصيد، يبرد البحر ليه جم ما يأكل الصيد، يروح الصيد مع نفسه ما يأكل فيه. من وجهة نظري الشخصية حتى نتمكن من تطوير مهرجان البلدة وأن تتوسع نشاطاته وتتوسع أيضا أهدافه العامة، يجب إشراك القطاع الخاص الاستثماري، ويجب أن يؤدي هذا القطاع دوره في مجال دعم الفعاليات والبرامج العامة التي يتضمنها هذا المهرجان كل عام حتى تتطور تلك الفعاليات ويكون لها رواجا أكبر. طبعا هذا الأمر أيضا يرتبط ارتباطا وثيقا ومباشرا بمسألة وجود إعلام عام يدرك أهمية مثل هذه المهرجانات التي تعود بالنفع العام على الوطن بشكل عام، ويجب أن يكون هناك إعلام مبرمج وممنهج يؤدي دوره في مجال الترويج السليم لهذا المهرجان، لأننا طبعا في حضرموت هنا نمتلك المقومات الأساسية ناهيك عن برودة السواحل، نمتلك المقومات الأساسية الموجودة، المقومات طبعا التراثية التاريخية التي يمكن من خلالها تنظيم البرامج الواسعة لكل الزوار الذين يرتادون المدينة بشكل عام. ونتمنى أيضا أن يتفاعل
الناس بشكل عام مع فعاليات هذا المهرجان، حتى كما سلفت نحقق النفع العام في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل عام.